السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في المحاضرة الثانية ولسه بنتكلم الحقيقة في الفصل الأول اللي هو مفهوم التسويق وركائزه. مفهوم التسويق احنا قلنا انه عبارة طور المفهوم ده والتعريف ده بذاته من النظر ان التسويق بينحصر في العلاقة بين المنتج والمستهلك، وقلنا ان الكلام ده بيحصر التسويق في حتة صغيرة جدا وهي عملية كانه بيوزع. الراجل بينتج وبيوزع للعميل وخلص الموضوع، لا الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع ده لازم اروح للعميل اشوف هو عايز ايه، اروح للعميل اشوف مين اللي بيجذبه من المنافسين وبيدوله ايه. العملية اكبر من كده، لازم اروح للسوق واشوف العميل معاه فلوس اليند ولا ما معهوش، يقدر يشتري المنتج بالسعر ده ولا لا، العميل ده عايز الكلام ده فين. كل ده لازم يسبق الانتاج. بعد كده بروح بعد ما اشوف كل هذه المعلومات بنتج، واروح بعد ما انتج بقى اوصل السلعة للعميل في الحتة اللي هو عايزها بالسعر اللي هو عايزه او يقبله بوسيلة الاتصال. هيعرف الكلام ده ازاي؟ لازم ابقى عارف برضو. اما تتكلم مع شاب غير ما تتكلم مع ست، غير ما تتكلم مع حاجة لطفل، غير ما تتكلم مع شركات، كل الكلام ده هنشوفها لها وسائل اتصال مختلفة عن بعضها. واخيرا المنتج بالمواصفات اللي العميل عاوزها او ازيد. اذا عملت الكلام ده ونجحت فيه، يبقى انا خلقت للعميل منتج، العميل المنتج ده له قيمة عنده، هو استفاد من الصفقة، وفي نفس الوقت هيشتريها، هيكرر الشراء، هيزود المشتريات بتاعته. يبقى انا كسبت كشركة، كمنتج كسبت ربح فلوس عشان اقدر استمر، ويبقى الشركة بتاعتي بتكسب، انا سعيد بيها وبكبرها وبطورها وبفتح فرص لخريجين جداد. يعني الحقيقة لما الشركة بتكسب وكده الدنيا الناس كلها بتستفيد، ومنها الحضارات كلها بتتخرج. طالما الشركة ناجحة في مصر بتحتاج موظفين، ويمكن لسه ما قلت لكم شوية الناس متخرجة وبتدور على شغل. الشغل بنلاقيه فين؟ لما يبقى انا كويس ومتعلم كويس والشركات كمان بتنتج كويس وبتكبر فعاوزة موظفين على طول. لكن لما بيحصل العكس، انا مش متعلم كويس بروح الشركة اشتغل شغل وحش، الشركة بتنتج بتطلع المنتج السوق محدش بيشتريه، يبقى انت قفلت السكة على اللي هيتخرج كله. فالموضوع زي ما قلت من اول في اول محاضرة، الموضوع عاوز مننا جهد وتركيز عشان مصلحتنا بالدرجة الاولى. ده بيقودنا ان التسويق له ركائز، له اعمدة بيقوم عليها لازم نبقى عارفينها. اول ركيزة زي الاعمده، يعني زي ما تيجي مبنى كده قايم على اعمده معينه، لازم نشوف الاعمده دي هي اللي بتشيل المبنى كله. فعندي مجموعه من الاعمده والركائز في التسويق لازم نبقى عارفينها. اول حاجه اللي هي في فرق بين الحاجات والرغبات بتاعه الناس والطلب على السلعه. يعني ايه كلمه الحاجات؟ احنا خدنا او يعني هناخد علم اسمه علم السلوكية، ان الانسان له خمس حاجات، منها الملبس والمأكل والمشرب. كلنا بنحب نلبس وبناكل وبنشرب. انت لو مشيت في الشارع بتلاقي مثلا عماير شقق، كل شقة لها شكل، كل عمارة لها شكل، انما الناس كلها عايزة تسكن. فالحاجات الحاجات بصفة عامة هي الحاجات الضرورية للناس كلها، زي ما قلنا الملبس والمأكل والمشرب والحاجات الأساسية اللي محدش ما يقدرش يعيش من غيرها. أما الرغبات بقى، طب أنت عايز سكن شكله إيه؟ عاوز شقة مواصفاتها إيه؟ عاوز فيلا مواصفاتها إيه؟ عاوز عربية مواصفاتها إيه؟ يبقى الحاجات هي الحاجات الأساسية عند الناس، الناس كلها عايزاها، عايزة طرق، عايزة كباري، عايزة أكل، عايزة شرب، بس هتعملها بأني أشكال بقى؟ دي بنسميها الرغبات. في رغبة اللي عبارة عن المنتجات بقى اللي بتشبع الرغبات دي، أو الخدمات اللي أنا بقدمها تشبع الرغبات دي. أما الطلب على المنتجات، يعني أنا هنا بحط منتجات، إذا معايا فلوس يبقى هقدر أشتري، هقدر أحول الرغبة دي إلى طلب.
بمعنى انا عشان انجح لازم يبقى في حاجتين، رغبه في المنتج وقدره اللي هي الشراء. يبقى الرغبه في القدره اللي هي يعني الاموال تديني الطلب على السلعه على الخير. يعني ايه امتى يعني بطلب السلعه؟ امتى؟ لما ابقى محتاجها ومعايا فلوس بتاعتها. الطلب او التسويق مش بيشتغل لما يبقى عندي حاجة للسلعة بس بعمل عليها اعلان، لا، ده احيانا بيبقى عندي حاجة اسمها الطلب السلبي. يعني على سبيل المثال مثلا التطعيم بتاع الاطفال ده ما حدش بيحب الطعم، انما لو 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 مطلوب هذا التطعيم يبقى لازم انا اوعي الناس انه لازم ياخدوا هذا التطعيم. يعني في بلد دلوقتي في امريكا الجنوبيه كان حصل اعصار، فالناس عندهم كوليرا دلوقتي. الكوليرا دلوقتي لازم تاخد لها تطعيم. لو انت سالت حد، في ناس بتخاف من الحقن يقول لك انا مش عايز. لا، في هذه الحاله لازم توعي الناس، تقول لو ما خدتش التطعيم ده انت ممكن تموت. فالتسويق بيقوم بهذه العملية انه يقنع الناس او يغير اتجاهات الناس تجاه هذا الطلب. في طلب بنسميه الطلب الكامن. دلوقتي مثلا الناس كلها اللي بيدخنوا بالذات، التدخين طبعا له مضار كتيرة جدا جدا. بدأت شركات دلوقتي الناس عاوزة تدخن بس ما تنضرش، بنسميه طلب كامن، هو ما طلعش من عنده. فممكن دلوقتي الشركات تطلع سجاير مش ضاره وتبدا تعلن عنها وتبدا توعي الناس عنها. يبقى قبل ما اعمل الكلام ده انا كتسويق لازم اشوف يا ترى الراجل المدخن ده اللي بيحب السيجاره وفيها بتاع ده القار بقى اللي هو القطران ده بنسب معينه، لو جبت له سيجاره ما بتضرش، هل يا ترى هيبقى نفس الطعم؟ فانت بتروح بقى تشوف تسال هل يبقى في طلب، هل مش كده؟ ده بنسميه طلب كامن. انا بروح اسيره على اساس ان يبقى منفعه الناس، احولها من التدخين الضار الى التدخين اللي هو ما هوش ضار. لما يبقى فيه مفيش طلب خالص ببدا يعني زي مثلا اول الموبايل، اول ما طلع ما كانش حد يعرف الموبايل ده، فبروح يعني اعرف الناس بالمنتج ده واخليهم يشتروه. احيانا بيبقى طلب فوق الاحتياجات، بمعنى مثلا الاستهلاك الكهرباء. ايه اللي انا بعمله في هذه الحاله كتسويق؟ ان انا بوعي الناس انه مثلا على سبيل المثال الفيش اللي انا بشغلها عندي مثلا 3 حجرات في البيت، انور بس الحته اللي احنا قاعدين فيها، عندي تكييف مثلا بدل ما اعمل كذا اوضه نقعد كلنا في اوضه واحده. فالتسويق الحقيقه له ادوار متعدده، ما هياش فقط عندما انا عاوز انزل السلعه يبقى بعمل بقى حملات اعلانيه وحاجات زي كده. لا، التسويق له ادوار كتيره جدا على حسب حجم الطلب. حتى لو ما فيش طلب، حتى لو طلب زي ما قلت اكتر من حاجه الناس، اكتر من اللي هو المتاح، يعني زي ما قلت مثلا انا عندي 20,000 واط للكهرباء مثلا يعني، والناس باستهلاكها بتستهلك 25,000، اقدر بالتوعية للناس اخلي انزل استهلاكهم الى 20,000، اخلي الحاجة تكفي. المية على سبيل المثال دلوقتي انا اقدر يعني بشوف ناس كتير جدا جدا بيغسلوا العربيات بالخراطيم ويغسلوا الشوارع، ده تلف كبير جدا جدا جدا. المفروض ان انا بوعي الناس انها ازاي تستخدم او ترشد استخدام الميه، ما تستهلكش الميه في اغراض مش كويسه. الداله دلوقتي اللمض اللي هي مش مستهلكه للطاقه، بدات توزع المنتجات دي وتوعي الناس، لان هي فعلا الحاجه بتنزل للنص، وبالتالي ممكن اوعي الناس عشان ارشد الطلب. بدل ما انا عندي طاقه كهربائيه مش قادر اكفي الناس، بترشيد الطلب ده هو اقدر ان انا اوصل الاحتياجات الناس على قد الحاجه اللي عندي، وبالتالي ما اتحملش اموال كتير. اللي احنا عاوزين نقوله انه في حاجات، في رغبات، في طلب على السلعه. الطلب مرتبط بالقدره
والرغبه. بس احيانا الرغبه بتجنح، انا بستهلك اكتر من احتياجاتي، اقدر ان انا كتسويق ادخل ارشد الطلب ده بحيث ان هو ما يضرش المجتمع ويبقى في حدود احتياجات المجتمع، وزي ما قلنا الكهرباء والميه والحاجات اللي احنا بنستهلكها اكتر من طاقتنا دي، لو بنرشد استخدامها نقدر الى حد كبير يبقى التسويق يقدر يلعب دور في الكلام. بس بقى الحقيقه التسويق عاوز ثقه بين الراجل اللي بيتكلم لو انا عاوز اوعي المواطن على سبيل المثال باستخدامات الكهرباء، يبقى وترشيد الكهرباء، يبقى انا مثلا لازم في الشوارع ما اشوفش كهرباء منوره بالنهار مثلا، يعني الميه لازم المصالح الحكوميه اول حاجه تبين للناس انه او يعني تبدا ترشد استخدامها للميه. زي ما قلنا لازم يبقى في توعيه للناس عشان الكم الميه ده اللي احنا بنستهلكه، يعني احنا الميه في النيل يعني في مشاكل، في الميه قليله، لو بدانا نرشد استخداماتنا للميه اعتقد تقدر تكفينا. مين اللي بيعمل الكلام ده او يقدر يساعدنا في هذا الكلام؟ هو التسويق. نمرة 2، احنا ما بنتكلم على التسويق بنقصد تسويق السلع والخدمات والافكار. يعني التسويق مش للمنتجات بس، التسويق للخدمات. وعشان كده مثلا خدمة زي التعليم بنشوف كل الجامعات الخاصة بتعمل اعلانات وتعمل زيارات للمدارس عشان تعرف الطلبة بالكلية والمتخصصات اللي فيها والحاجات اللي زي دي. بدأنا نشوف جامعات خاصة بتعمل اعلانات في الشوارع. طبعا كل ده يعني التعليم ده خدمة ما هوش منتج. نمرة 2، الافكار. على سبيل المثال المدن الجديدة زي الشيخ زايد وزي 6 اكتوبر وزي العاشر من رمضان، التجمع، كل الكلام ده الناس زمان ما كانتش عندها وعي ولا قبول انها تسيب المناطق اللي جوه داخل القاهره وتروح المناطق اللي هي الخارج دي. الدوله بالتوعيه وبالطرق اللي عملتها وبالخدمات اللي ودتها بدات تقنع الناس انها تسيب وسط البلد تروح تعيش في هذه المدن. يبقى انا بروج فكره الخروج من القاهره الزحمه الى المناطق الجديده، العاصمه الجديده الدوله بتعملها برضو نفس الكلام، عاوزه تنقل الناس من الوزارات والكلام ده من القاهره عشان تفرغ القاهره عشان القاهره تبقى اروق واحسن. كل دي افكار، انت يعني العاصمه الجديده دي فكره ما هياش يعني منتج ولا حاجه، انما فكره ان الناس تبدا تروح تستوطن في هذه الاماكن. الحاجه الثالثه كركيزه اساسيه لازم نعرفينها في التسويق هي الرضا والقيمه المدركه اللي هي الفاليو اللي احنا قلناها من شويه، ان لازم العميل يبقى راضي عن المنتج بتاعه ولازم يبقى حاسس ان هو واخد فايده اكثر من التكلفه او من السعر اللي هو قدمه اللي احنا شرحناها من شويه. دلوقتي ان في التسويق عمره ما ينجح الا اذا كان في تبادل وفي علاقات بين المنتج والمستهلك وفي تعاون وتعاملات بين الاثنين. التبادل الحته مهمه في التسويق، انا بديك فلوس كمنتج وباخد منك سلعه او خدمه او فكره، فاحنا بنتبادل حاجتين مع بعض، والتبادل فيه منفعه للطرفين وفيه قيمه، انت استفدت وانا استفدت. ان حاجه مهمه احنا بنشتغل، احنا زي ما قلنا ان التسويق هو يعمل في الاسواق، وكلمه سوق يعني ايه؟ يعني مجموعه من العملاء المتشابهين مع بعض ببيع لهم نفس السلعه، سواء متشابهين بقى من حيث الدخل من حيث العمر، هنشوف الكلام ده قدام. واحد يقول طب احنا بندرس التسويق ليه؟ يعني ايه اهميته؟ التسويق له اهميه على مستوى الفرد وعلى مستوى المنظمه وعلى مستوى الدوله. يبقى اهميه التسويق لثلاث حاجات. انا كفرد بيفيدني ان هو بيجيب لي منتجات جديده وخدمات جديده. الموبايل ده انا استفدت منه واستنفعت بيه وسهل حياتي، يبقى انا كفرد استفدت ده.
بس اما باخد منتج جديد، المنتج الجديد ده مش منتج جديد وخلاص، ده المنتج الجديد ده سهل ووفر مظبط ورضاني وخلاني مستفيد. يبقى التسويق خدمني في الحته دي، التسويق انا استفدت منه زي ما قلت في المنتجات الجديده والمعرفه بالمنتجات الجديده وتسهيل حياه الناس. و ايه فائدته للمنظمه؟ انه بيعرفها احتياجات الزبون، انه بيخليها تنتج اللي الزبون عايزه، انه بيوفر التكاليف بتاعتها، انه بيرشد التكاليف بتاعتها، ما بيخليهاش تخسر، بخلاش تعمل منتجات اقل جوده من الزبون عايزه. كون بقى انها عملت عشان هي ما عندهاش اداره كويسه، ما عندهاش موظفين كويسين، هي حره هتقفل. لكن التسويق بيتيح لك او بيتيح للشركه انها تعرف احتياجات الناس وتترجم هذه الاحتياجات وتكسب وتبقى كويسه جدا. زي ما احنا قلنا من شويه، الراجل التاجر او المنتج لازم يطلع مستفيد بشرط يبقى عنده حاجتين، عنده بشر كويسين وعنده اداره كويسه زي ما درسنا في سنه اولى. مستوى الدولة، أول حاجة فرص عمل، أكتر وظيفة في كلية الإدارة بتشغل يعني بيطلع منها موظفين كتير اللي هم بتوع التسويق. رجال البيع والتسويق من أكبر يعني من أكتر الحاجات اللي هم خريج التجارة بيشتغلوا فيها. إنها بترشد الموارد بتاعة الدولة، لما يبقى عندي ناس بتستهلك مية بنوع من الـ او كهرباء فوق حاجه الناس، هدر كبير جدا جدا. اللي احنا لو انا عندي في البيت مثلا 10 اماكن تلاقيهم كلهم 5-6 منهم قايدين، في حين احنا قاعدين في حته واحده. لما باجي في الصيف بدل ما اشغل 3 تكييفات ممكن اشغل 2 مثلا يعني او 1. يعني افرض انا مثلا عندي اسره في عندها 3 اوض نوم مثلا، يعني ممكن اعمل اوضه نوم للولاد واوضه نوم للبنات، واوفر اوضه واوفر تكييف. اضرب بقى لما كل شقه توفر تكييف في السنه، طبعا ده ضخم جدا. لما الميه ما تستهلكش غير في حاجات، يعني كنت في ابو ظبي، دي بلد غنيه جدا 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 جدا، كان ممنوع حد يرش يغسل عربيه بالخرطوم، واذا واحد اتمسك بيمسك خرطوم وبياخدوه يودوه السجن، مع انهم عندهم فلوس كتير جدا. بس الميه هناك ليه 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 يعني تصرف في استخدام المية؟ وبالتالي لو انا تخيل كده في القاهرة بس كم مليون عربية، 4-5-6 مليون عربية، لو كل عربية كل يوم بتتغسل بالمنظر ده غير ما بتعمل لها نص جردة المية كده وتغسلها بيه. كان هناك في ابو ظبي كده العربية الجردة دي يغسل بيها عربيتين بس. طبعا انت بتستهزأ تقول طب انا يعني اللي يعني هيفرق معايا، انت لو انت وانا وجمعت الكلام ده كله هيوفر على مستوى الدوله. بالتالي التسويق يقدر او بيفيد في هذا على مستوى الدوله ان وعي الناس. طبعا التسويق عاوز صدق وثقه في اللي بيعلن عشان يعني الناس تسمع الكلام وتنفذه وتوعي الناس، لان زي ما قلنا الحاجات دي كل واحد بيقول طب انا مش هفرق، لكن انت لما تجمع ده مع ده مع ده بتملين، فبالتالي بيفرق جامد جدا. انه بيساعد على دفع حركه التنميه زي ما قلت، كل ما بشوف منتجات جديده بروح انتج هذه المنتجات، بفتح مصانع، المصانع بتلاقي فرص للناس اللي بتخرج كل سنه. تخيل انت كل سنه بتخرج لك 200-300 الف خريج، دول هيروحوا فين؟ اذا ما كانتش الشركات بتكبر وتتوسع يبقى الناس دي مش هتلاقي شغل. فمن مصلحه الدوله ومن مصلحتنا كلنا ان احنا ننتج كويس، اولا نتعلم كويس عشان نعرف ننتج كويس عشان نكبر المصانع ونكبر الشركات. وبالتالي التسويق بيفيدني على المستوى الشخصي، بيفيدني على مستوى المنظمه، ثم ايضا بيفيدني على مستوى الدوله. بكده يبقى خلصنا الفصل الاولاني اللي هو خاص بتعريف التسويق والركائز او الاساسيات اللي بيعتمد عليها. قلنا باختصار التسويق التعريف بتاعه اتطور. التسويق كان بيحصر العملية بين المنتج والمستهلك، وده حتة صغيرة جدا من التسويق، لقينا لا الموضوع لازم يبقى قبل المنتج ما ينتج، بنزل اشوف الزبون عايز ايه، وانزل اشوف السوق قدراته ايه، وانزل اشوف المنافسين، واخد من الثلاثة دولت واروح انتج المنتج اللي الزبون عايزه، اطور بقى كمان ازوده شوية واروح اوصله لغاية العميل، وبعد العميل ما ياخده كمان اروح اقعد جنبه واتحايل عليه وابوس ايديه واقول له انت عاجبك المنتج ده ولا لا، عاوزنا نعمله ايه، عاوز نطور ايه، وبالتالي وارجع تاني اخد الكلام ده وابدا ادرس السوق من الاول وجديد. فالعملية عملية مستمرة.
ان التسويق بيفيدني على المستوى الفردي، بيفيدني على مستوى الشركة، بيفيدني على مستوى الدولة. ان التسويق هو ركن رئيسي من اركان الشركة، شغلته الرئيسية نقل نبض السوق للناس بتوع الانتاج، وعليهم ياخدوا نبض السوق زي ما هو وطلعوه بالشكل اللي السوق عايزه. هذا لا نتأتى الا من خلال ادارة علمية سليمة زي ما خدنا في ادارة واحد ادارة اتنين. نمرة اتنين، اشخاص متميزين في التسويق، في الانتاج، في التمويل، في الموارد البشرية. بنيجي بعد كده ندخل بقى على طب هعمل الكلام ده ازاي، كيف انجح بالشكل اللي احنا قلناه ده، ازاي انا اعمل قيمة للعميل وقيمة للشركة والاثنين يطلعوا مبسوطين وفي علاقة مستمرة مع هذا العميل. كيف اصل الى هذا؟ من خلال حاجة اسمها المزيج التسويقي. كلمة مزيج يعني كذا حاجة بيتمزجوا مع بعض بنسب مختلفة يطلعوا لي احلى حاجة. زي ما تعمل سلطة فاكهة، في فاكهة مززة، في فاكهة حلوة، في فاكهة مش عارف ايه، الالوان الحاجة، بحيث ان انت ما تشوف كده سلطة الفاكهة تلاقي حاجة كده مع بعضها كده ممتازة. لو انا بعمل سلطة في البيت ما ينفعش مثلا اعمل سلطة كلها خيار او كلها قوطة لوحدها بس، لا لازم ده مع ده مع ليمون مع مش عارف ايه، ده بنسميه المزيج الخلطة. ايضا عندنا خلطة تسويقية متكاملة بتساعدني بقى ان انا ارضي العميل ده او افوق توقعاته وفي نفس الكلام يبقى الشركة خدت قيمة وكسبت، عشان تاخد الفلوس دي المكسب ده تطور تاني وتبيع منتجات تانية وتكبر الشركة، والشركة لما تكبر بتفتح فرص للناس اللي بتخرج. مش هنسى تاني زميلتكم اللي جايبه امتياز مع مرتبه الشرف وتقول لي انا مش لاقي يعني عاوزه اشتغل في الحكومه، قلت لها يا بنتي تستطيع تشتغل في احسن شركه طالما انت شاطره وكويسه، روحي بقى خش الشركات الخاصه بكل ثقه وقدمي، وان شاء الله طالما انت يعني الامتياز ده مش كنت حافظه، كنت فاهمه وعارفه كويس، وبالتالي انا لما الاقي حد كده انا كراجل بتاع شركه طبعا هرحب بيه جدا جدا جدا. عشان البلد تبقى تكسب والشركة تكسب وانا كشخص كعميل اكسب، لازم الشركة تخش تروح تجيني او يبقى عندها مزيج من الحاجات اللي هنشوفها مع بعض عشان تنجح في اقناعي بشراء المنتج ده وتكرار الشراء. نرجع تاني، ليس العبرة ان انت تعمل هيصة كشركة والناس جذبته، لا، انت الجذب هنا عندنا انه يجي يشتري السلعة او يشتري الخدمة. نمرة اتنين انه يستمر معايا. نمرة تلاتة ان مبيعاته تزيد ما تقلش. ده هنوصل له كشركة من خلال مزيج مكون من اربع حاجات. تبدأ بحرف البي، اول واحدة البرودكت، المنتج بقى، ده غير المنتج او السلعة او الخدمة اللي انا بعملها. كلمة برودكت على فكرة نقصد بها سلعة، خدمة، فكرة. البرايس، كل سلعة لازم لها سعر، بس السعر ايه بقى، معمول ازاي؟ ده السلعة دي لازم تبقى تروح في مكان معين اللي هو المكان، يعني الشركة تجيبولي في المكان اللي انا عايزه. ثم البروموشن، الترويج، عشان كده سموهم الفور بيس، يعني الاربع كلمات بدء بحرف البي، البرودكت، البرايس، البليس، البروموشن.
قالوا الاربعه دولت بالنسبه للسلع، اما الخدمات هنضيف لهم ثلاثه كمان هيبقوا سبعه. ايه بقى الثلاثه كمان دول؟ لو انت دخلت فندق، يعني انا شركه مثلا اعرفها عندها مثلا اصول وافران واماكن وبتاع ده مكن ومعدات مثلا بخمسة ستة مليار جنيه، لكن لو رحت جامعه ما عندهاش لا مكن ولا عندها افران ولا عندها حاجه، عندها البشر الاساتذه والطلاب والموظفين، هم دول اللي بيعملوا العملية التعليمية كلها. وبالتالي حطوا حاجة جديدة اسمها البيبول. شوفوا انتم مهمين ازاي في اي حتة. مش معنى كده ان دولت مش مهمين، لا. يعني انت مش مهم في السلعة، انت مهم لان انت اللي بتبيع. وانت اللي بتروح تدرس العميل، وانت اللي بتعمل كل حاجة جوه التسويق. بس في السلع، في الخدمات، البشر مهمين جدا جدا، لان انا ما عنديش التكنولوجي والكلام ده اللي موجود في الانتاج. انا كل اللي عندي زي ما قلنا في الجامعة، في المستشفى، في الفندق، اهم حاجة فيه البشر. عندي الفيزيكال انفايرمنت، البيئة المحيطة اللي انا بشتغل فيه، دي مهمة جدا. انت عندك مدرج لازم يبقى فيه في الحر، في الصيف يبقى فيه مراوح على الاقل او تكييف، مكان الامتحان نفس الكلام، مكان نظيف. اللي بتيجي تلاقي المدرج، انت حاج بتيجي مثلا محاضرة الساعة 8 الصبح، الناس اللي الفراشين اللي بيشتغلوا بيبقوا جايين من الساعة 6:30 عشان ينظف المدرج ده ويغسله عشان تيجي تلاقيه نظيف. الوسائل التعليمية اللي احنا بنستخدمها، كل هذه الأشياء مهمة جدا في عملية في الخدمات. الحاجة كمان المهمة قوي البروسيس، طريقة أو العمليات اللي أنا بعملها وأنا بقدم الخدمة، زي مثلا التسجيل اللي أنا بعمله لك دلوقتي ده، دي عملية بتساعدك في إنك أنت اللي ما يقدرش يشوفني في المحاضرة ممكن ياخد بقى الجهاز السديدة ويقعد يشوفها كده براحته. أنت يوم الجمعة مثلا بتبقى عاوز تريح أو مجهد، جاي ناس، بشوف كتير أوي ناس من ربات البيوت الموظفين، هو موجود بس شكله مجهد طول الاسبوع بيشتغل وبيتعب وكده، فهو جاي عشان يحضر. طب افرض ان انا ما استفدتش من المحاضره غير مثلا ب50%، يبقى انت عندك ده السي دي او تنزله على اليوتيوب تشوفه براحتك بقى في اي وقت. وبالتالي البروسيس، طريقه التدريس مهمه. كلنا مثلا في المدارس يعني لازم تحضر والسبوره والمش عارف ايه، بس لكن احنا في الجامعه فيه كذا اسلوب ان انت ممكن يعني العمليات التعليمية تتعمل بيه. اسلوب الخدمة، كل الكلام ده بيخش هنا جوه العملية. كلمة العملية يعني ايه؟ انت ازاي بتقدم الخدمة. انت ما بتيجي تقدم في التعليم المفتوح، بتيجي تاخد الكتب، كل الكلام ده له نظم. دي اسمها العمليات اللي احنا بنستخدمها عشان نقدم الخدمة. دي عملية مهمة جدا في الخدمات. تاني، عشان انجح في التسويق لازم يبقى عندي وسيلة، عندي خطة، عندي استراتيجية. ايه الخطة دي؟ عبارة عن مزيج تسويقي مكون في السلع من اربع حاجات، هما المنتج، السعر عشان اديك سعر يناسبك، لان السعر برضو مهم. والسعر ده زي احنا شرحناه لازم انت تحس ان هو اقل بكتير جدا من الخدمة اللي انت واخدها او من المنتج اللي انت واخده. انت بتحب السلعة في مكان معين، مثلا عاوز تجيب أجهزة، بتروح مثلا شارع عبد العزيز، عايز أو كارفور. العربيات بدأ دلوقتي تلاقيها مثلا في شوارع معينة، في المعادي في مكان، في مصر الجديدة في مكان، مش عارف فين. السلع، كل سلعة لها طبيعة. عاوز تجيب زبادي، الزبادي ده بجنيه ولا باتنين جنيه، ما ينفعش بقى تركب له مواصلات تروح تجيبه، عاوزه من الحتة اللي جنبك. فده بنسميه المكان بتاع احتياجي أنا للسلعة، أنت تحطه فين. طيب المنتج، انا نزلت نوع زبادي جديد، نوع لبن جديد، عربية جديدة، لازم اديك فكرة عن الكلام ده، فبعمل حاجة اسمها البروموشن او الترويج للمنتج ده.
الناس بتوع التسويق باستمرار بيطوروا زي ما احنا قلنا. التعريف اتطور من مجرد حته علاقه بين المنتج والمستهلك اللي هي يعني كتوزيع، الى انه بقى ارحب واوسع واكبر، ان العمليه فيها طرفين لازم يكسبوا، يعني كل حاجه بتتطور. فلو ان بالنسبه للخدمات والافكار، احنا قلنا يا اما سلع يا خدمه يا فكره، اهو اما اقول برودكت بقصد بيه ثلاثه، لقوا انه فيه اربع حاجات اضافيه جنب البرودكت نفسه او الخدمه نفسها، جنب سعرها، جنب المكان اللي انت عايزها فيه، جنب الترويج لها، عايزه بشر. وزي ما قلنا في العمليات التعليميه مهم قوي قوي الموظف، مهم قوي قوي الطالب، مهم قوي قوي الاستاذ. ثم المكان اللي انا بدرس فيه، ربما ممكن اغلب او بعضكم بيشتغل في مصانع، في حراره، في افران، لكن لما يجي يتعلم ما ينفعش بقى احطه في الفرن ده عشان يتعلم، لازم على الاقل زي ما قلنا مكان مهيئ يعرف ياخد الخدمه التعليميه فيه. ثم اسلوب بقى التعليم ده برضو يعني عمليه بقى مهمه او بتفرق جامد جدا فيه. فاتسع المزيج التسويقي، بدل ما كان اربع مكونات في المنتجات بقى سبع مكونات. مش معنى ان انا بهتم بثلاثه دول ان التانيين دول مش موجودين، لا مهمين، بس بالاضافه لهم ظهر ثلاث حاجات، فاصبح المزيج التسويقي سبع مكونات رئيسيه. طبعا المنتج هو عباره عن سلعه، خدمه، فكره لها خواص معينه، سواء كانت ملموسه او غير ملموسه. واحنا قلنا ان المنتج انا ما بشتريش القلم ده عشان يبقى عندي قلم، لا انا بشتريه عشان استخدمه في الكتابه. بشتري الموبايل ده مش عشان يبقى معايا حته حديده، لا عشان يسهل لي التواصل. وبالتالي المنتج ما هوش الشكل والخصائص الماديه دي، لا المنتج ثلاث حاجات: الخصائص الماديه، المنفعه اللي انا باخدها من الموبايل ده، ثم لو الموبايل ده عطل اروح اصلحه فين. وبالتالي المنتج ثلاث حاجات: المنفعه او لب المنتج ده، الفكره اللي انا ده الحته اللي انا بشتري عشانها المنتج، ثم الخصائص بتاعته والاشكال والالوان والحاجات دي، ثم اخر يعني حاجه اللي هي الخدمات اللي ما بعد البيع، خصوصا السلع اللي بنسميها المعمره زي الثلاجات، الغسالات، العربيات، حاجات مهمه انت بتشتريها دلوقتي لازم تطمن ان هناك حد لو حصل فيه مشكله في المنتج يقدر يقدم لك خدمات الصيانه والحاجات اللي زي دي. اما السعر اللي هو رقم 2 بداء المنتج، السعر هو القيمه اللي انت بتدفعها مقابل الحصول على المنتج او الخدمه او السلع او الفكره. السعر ده لابد ان انت تحس ان السعر اللي بتدفعه يعني اقل من القيمه اللي انت بتاخد. يعني انا عندي حد قريبي بيشتغل في وكاله اعلام بتعمل حمله اعلانيه ترويجيه لشركه من الشركات، هو بيديله افكار، ما بيديلوش جهاز زي اللي احنا بنشتغل عليه ده، بيديله فكره الحمله، بيديله الفكره بتاعتها ترسمها له او يقول له هنعمل كذا وكذا، فهي دي فكره. بيقول له مثلا ادفع مقابل الفكره دي مثلا 200,000 جنيه. اذا انا مش حاسس ان الفكره الراجل قالها لي دي تساوي 200,000 جنيه مش هاخدها منه. فالسعر هنا حاجه انا بدفعها مقابل حاجه باخدها، ولازم احس ان انا اللي خدته ده زي ما انا حط اعلى من اللي انا دفعته. ده بالنسبه للسعر. البليس اللي هو التوزيع، انك تودي السلعه للعميل. قدامك حاجه اسلوبين: الاسلوب الاولاني انك توديها بموظفين من عندك، ده بنسميه توزيع مباشر منك للعميل، محدش في النص، او تحط ناس بينك وبين العميل. يعني لو العميل هنا وانت هنا، يعني العميل الايد اليمين كده، العميل الايد اللي فيها القلم دي وانت هنا، عشان توصل للعميل ده بتحط ناس في النص. الناس دول بنسميهم الوسطاء، قد يكون تاجر جمله، قد يكون تاجر تجزئه. بيجي تاجر الجمله يشتري منك، يروح بايع للتجزئه، والتجزئه يروح بايع للعميل. ده بنسميه توزيع غير مباشر، يعني مش انت مباشره بتتصل بالعميل. الترويج طبعا هو عباره عن
حاجات كتيرة منها الإعلان، عشان كده أنا قلت في أول محاضرة لو فاكرين التسويق ليس هو الإعلان، الإعلان ده يمثل أكثر من 10% من شغل التسويق. في ناس في مصر فاهمين أن عشان تنجح اعمل إعلانات في التلفزيون وبعد كده أنت بقيت بتسوق، ده كلام غير سليم وغير صحيح، عشان كده عندنا مشاكل كبيرة جدا في النظر لوظيفة التسويق. التسويق ده لو عرفنا بيعمل لنا مجموعة من المنافع، هو مفيد جدا. أول منفعة بنسميها المنفعة الشكلية، هو اللي بيساعدني في تصميم المنتج اللي أنا ببيعه، القلم اللي أنا فيه ده. إحنا وصلنا للتصميم ده إزاي؟ إيش الشكل ده؟ ادي لبيسة وده القلم وفي الوان سودا والوان حمراء والوان خضراء والوان مش عارف ايه، ولازم يبقى ده يختلف عن القلم ده. يعني القلم ده مثلا لو كتبت لك كده المنافع مش تبقى شايف، لا عملوا قلم تاني بمواصفات تانية. مين اللي عمل الكلام ده كله؟ مين اللي عرف الكلام ده؟ مين اللي عمل الشكل ده؟ مين اللي اقترح الشكل ده؟ التسويق هو اللي قال لي اعمل قلم عشان تشتغل بالمكنة دي بالشكل ده. ده بنسميه المنفعة الشكلية، يعني هو اللي اخترع لي، هو اللي توصل الى شكل المنتج ده. عشان كده اول منفعه التسويق يعملها من حاجه في دماغ الزبون الى منتج قدامي، المنتج ده هو اللي اقترح لنا الشكل بتاعه. فبين الكلام ده للانتاج والانتاج بيروح يعمله، يعني هو بيساهم في المنفعه الشكليه من خلال وضع التصورات ويقول يا انتاج بقى روح ايه صمم هذا الكلام. الحاجه الثانيه المنفعه المكانيه، انا بنتج في القاهرة بس السلعة محتاجينها كمان في الصعيد، محتاجينها في اسكندرية، التسويق هو اللي بينقلها يوديها للناس هناك من خلال قنوات التوزيع بتاعته. يبقى هنا بيخلق المنفعة المكانية، بينقل السلعة من المكان ده للمكان ده. المنفعة الزمنية، هناك سلع بيتم تخزينها زي الجبنة الرومي على سبيل المثال، مثلا الجبنة الرومي دي فيه ثلاث مستويات، جديدة ومتوسطة وقديمة. لو انت رحت لأي تاجر كده يقول لك القديمة دي عبارة عن ايه، يعني انا عبارة عن الاولانية دي بس انا حطيتها في المخازن عشان اخلق منها طعم تاني وسعر تاني. فانا عملت المنفعة الزمنية للمنتج، بدل ما يستهلك النهارده ممكن يستهلك بعد 5 سنين او سنتين، انا ما اعرفش بيخزنوا مده قد ايه. فهنا بعض المنتجات التسويق بيساهم ان هو بيحتفظ بيها في مخازن بتاعت الشركه عشان بعد كده يبدا يطلعها عشان تبقى خدت طعم مختلف وخد ممكن ابيعها بسعر مختلف. الحاجه الثالثه الرابعه المنفعه، منفعه الحيازه. لما حضرتك بتروح تشتري منتج اللي بيعملك الفاتوره الراجل بتاع التسويق، يعني رحت اشتريت ثلاجه، الثلاجه ده من مكان التوزيع، توزيع ده تسويق، بيروح مديك الثلاجه وعامل لك الفاتوره، فنقل حيازه او ملكيه الثلاجه منه كتاجر الى الثلاجه بتاع بقى اصبحت بتاعتك دلوقتي. يبقى المنفعه الحيازه او منفعه الملكيه اللي بيخلقها التسويق، لان هو بينقل حيازه او ملكيه المنتج من عندي كتاجر الى ملكية العميل. فالحياة التسويق بيعمل 4 منافع، المنفعة بيسايل في المنفعة الشكلية ان هو اللي بيجيب للانتاج المواصفات بتاعت القلم ده ويديها له، انه بيساعد بيخلق المنفعة المكانية بين السلعة من مكان انتاجها الى مكان استهلاكها، المنفعة الزمنية انه بيحتفظ ببعض المنتجات لفترة معينة بعد كده بيبيعها، المنفعة الحيازة او الملكية هو اللي بينقل ملكية السلعة من عندك كمنتج الى المستهلك. عناصر المزيج بتاعنا ده لها شكلين، عناصر المزيج التسويقي الموجهة بالطلب، وفي عناصر المزيج التسويقي الموجهة بالعرض. يعني ايه بالعرض؟ العرض من هنا يعني من وجهة نظر
البائع. لما بنقول لك الفور بيس دولا دولة من وجهة نظر البائع، انه بيطلع منتج، طلع الحاجة بيوديك المنتج ده في المكان اللي انت عايزه، بيروج لك بالشكل اللي يصلح معاك، ثم يسعرها لك بالسعر المناسب. عناصر النسيج التسويقي له وجهة نظر تانية من وجهة نظر العميل. الحقيقة يعني فكرة هنشوفها ظريفة قوي. اولا العميل زي ما قلنا، تاني ادي شركة وادي عميل، دي طريقة. الطريقة التانية ببدأ بالعميل وبعد كده الشركة، واحنا قلنا ان الطريقة دي هي اللي صح، ان نبدأ من عند العميل اشوفه عايز ايه، وبالتالي العميل بيبص بصة مختلفة خالص للمزيج التسويق، المزيج التسويقي. العميل دلوقتي في عربية، العربية دي احيانا وانت ماشي تلاقي الكاوتش يعني حصل فيه مشكلة، المشكلة دي انت عاوز تغير الكاوتش، فاخترعوا الكريك اللي هو بتاع اللي بيركب العربية دي. الكريك ده انت بصيص له على انه حل للمشكلة بتاعتك. الموبايل الشركة عاملة برودكت منتج، لكن انت شايف الموبايل ان هو بيوصل لك او بيطمنك على اولادك، يبقى حللك مشكلة القلق، ان هو انت عاوز تتصل باي حد في اي وقت في اي مكان، فمش هتستنى عندك مشكلة انك تجيبه دلوقتي، فبيحللك المشكلة انك تجيب الراجل ده دلوقتي. العربية انت عاوز تنتقل من القاهرة لاسكندرية في وسيلة حلوة نظيفة جميلة فيها تكييف، فيها يعني مريحة، ما في المطبات ما بتحسش بيها، فعاوز يعني انت عندك مشكلة في السفر، هو عاوز هيحللك المشكلة دي. الطيارة جت تحللك مشكلة ان انت تقعد تروح من هنا للسعودية في شهرين، هو في ساعتين، فانت بتبص للمنتج مش ان هو منتج، بتبص له انه بيحل المشاكل بتاعتك. فبدأ النظرة للمزيج التسويقي من وجهة نظر العميل مختلفة شوية عن وجهة نظر فلو انا بشوف النموذج من حيث العرض، المنتج من حيث العرض، وشكل المزيج في التسويقي من وجهة نظر الطلب يبقى شكله ايه. المنتج انا ببصلوش كمنتج، انا ببصله كحلول للمشاكل بتاعتي. زي ما قلت انا الموبايل حللي مشكلة الاتصال البطيء الى اتصال سريع. الطيارة من معاناة النقل والمدة والعذاب، ومعاك دابة تأكلها وتشربها وتقعد شهرين رايح وشهرين جاي، قصة طويلة جدا 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 جدا، حللك المشكلة دي طيارة. فانا مش ببص للمنتج على انه مجموعة شوية مواصفات، لان ببصله انه بيحل المشاكل بتاعتي. الترويج، الراجل حاس ان هو بيروج المنتج بتاعه، بس انت كزبون شايفه على انه اتصال معاك، بمعنى انه على سبيل المثال لما حصل المشكلة بتاعت سامسونج، الشركة عملت ايه؟ اتصلت بالعملاء بتوعها، مش عملت بقى ترويج، اتصلت بيهم وقالت لهم يا جماعة احنا متأسفين جدا جدا، وعشان مصداقيتنا احنا هناخد منك المنتج ده ورجع لك الفلوس بتاعتك، او اذا عايز تاخد منتج تاني من شركة سامسونج احنا ما عندناش مشكلة واحنا متأسفين جدا 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 على هذا الكلام. طبعا الشركة دي بتكسب مليارات، بس عندها العميل اغلى من هذه المليارات، لان عاوزاه يكرر الشراء منها، وعاوزاه يزود المنتجات اللي بيستخدمها بتاعت سامسونج. يعني انت ممكن دلوقتي تخش لو عند واحد لما بيثق في ماركة، تلاقي المايكروويف سامسونج، التلاجة سامسونج، سامسونج بينتج عربيات على فكرة، بينتج موبايلات، يعني انت مش ايه، لما الماركة بتنجح العميل بيشتري كل حاجة. نفس القصة بتاعت اي منتج تاني، انت تويوتا على سبيل المثال، نيسان بتاع ده، هو في شركات يعني مثلا بتنتج
مصاعد وبتنتج عربيات انت ما بتثق في منتج بتشتري كل الايه المنتجات بتاعتها. اي بي ام لما بتقول لك انا ما بطلعش كمبيوتر انا بطلع حل مشاكل للناس. مايكروسوفت ما بيطلعش برامج، لا ده بيعمل لك برامج تسهل شغلك فبيحل لك المشاكل اللي عندك. ومن هنا من حيث العقل هو منتج، من حيث الطلب انا كزبون ببص له وبيحل المشاكل بتاعتي. الترويج انت الراجل بيعتبره بيروج المنتجات بتاعته، عاوز يزود المبيعات بتاعته. اما الطلب بيعتبره نوع من الاتصالات، عشان احنا خدنا بالنا في التسويق ان احنا عاوزين علاقة دائمة مع العميل. وحصل يمكن انا مثال قلته في المحاضرة كان يوم الجمعة اللي فاتت، انه شركة مكتبة سمير وعلي الناس راحوا يشتروا منها كالكوليتر، الكالكوليتر اتحرى فيه مشكلة، الست حاولت تتغيره والمدير بتاع الفرع رفض واتخانق معاها وعمل لها مشكلة، وكان في ناس موجودين وحاولوا يتدخلوا المدير رد مش كويس. فالمهم الناس نزلوا الكلام ده على الفيسبوك، الشركة شافت الكلام ده اتصلت بالعملاء على نفس وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ان احنا فصلنا المدير وعاقبنا الموظف وبنتأسف للست، وراحوا اظن عدوها جهاز تاني او شيء من هذا القبيل. فالموضوع ما هوش ترويج بقدر ما هو اتصال مع العميل ومع الزبائن. السعر احنا بنبص له كقيمة، شرحنا يعني قيمة، يعني انا بدفع 6000 او 7000 او 10000 جنيه في موبايل او 200-300 الف جنيه في عربية، انا مش عشان اجيب شوية كراسي وموتور، لا ده انا عايز قيمة، عايز احس ان انا خدت حاجة حلوة مريحة قوية متينة فيها امان، لما هركبها هبقى مبسوط اخلص مشاويري كويس. وبالتالي النموذج المزيج التسويقي له وجهة نظر من حيث الطالب او الطلب يعني او العميل تختلف عن العرض. المكان انا ما بصلوش ان هو مكان بيتباع فيه السلعة، انا بس بعتبره سهولة الوصول للسلعة. انا ما عايز البان، عايز زبادي، عايز مشروبات غازية، عايز كذا، يهمني جدا سهولة الوصول اليه. يهمني عشان كده مثلا الشركات اللي بتعمل مثلا كارفور والكلام ده بتعمله في مناطق بعيدة جدا عشان تروح تلاقي ما انتش بقى خايف العربية تبقى فيها مشكلة، بيعمل لك جراج بتاع ده جراج تحت تقدر تقضي اليوم هناك كله هناك. فبيسهل لك الاستمتاع بالخدمة من خلال ان هو بيعمل لك يعني حاجة ضخمة جدا فيها كل الخدمات، بحيث انك تقدر تقعد يوم كامل في هذا المكان. خلاصة الموضوع ان احنا نقدر نطبق او يعني نقدر نقول على الفصلين اللي فاتوا ان انا التسويق عاوز علاقة دائمة مع الـ 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 العميل بتاعي. عايز العميل يبقى راضي وانا عاوز ابقى راضي. عايز العميل ياخد قيمة من المنتج ويسعد بيها، وانا كمان اخد قيمة في شكل سعر، في شكل اربح من السعر ده، اوسع الحصة بتاعتي، اكبر مصنعي، افتح فرص عمالة للموظفين الخريجين الجداد. هذا لن يتأتى إلا بمزيج تسويقي قوي جدا وعلميا معمول كويس. هذه الخلطة مزيج من أربع حاجات: المنتج بتاعي، الترويج بتاعي، السعر اللي أنا بعمله، اللي أوفر لك الحاجة في المكان اللي أنت عايزه. جاء علماء التسويق ضافوا ثلاث حاجات تانية اللي هي جنب دول مش بديلين عنهم، اللي هم البشر خصوصا نمرة ثلاثة، المكان اللي تأدي فيه الخدمة وشكله وتسهيلاته، ثم آخر حاجة كيفية تقديم الخدمة. ده بالنسبة للحاجات اللي هي الخدمات زي التعليم، زي الخدمة الصحية، المستشفيات يعني، زي خدمات الفندقة، أي حاجة فيها خدمة، زي الخدمة اللي تروح تاخدها من الوزارات، عاوز تعمل باسبور، عاوز خدمة من وزارة التعليم، عاوز خدمة من المحافظة، عاوز خدمة من الحي. الثلاث حاجات دولت مهمين جدا في الحصول على او نجاح تقديم الخدمة.
لقينا انه بيتبص للمزيج التسويقي او له هاتين نظر، وجهة نظر التاجر او المنتج، ده بنسميه وجهة نظر العرض، وفي وجهة نظر تانية اللي هي وجهة نظر الطلب، اللي هي نظرتي انا للموضوع. انا مش بحتاج المنتج عشان المنتج، انا بحتاجه عشان يحل لي مشاكل، يسهل لي حياتي. الترويج انا ما يهمنيش الزن اللي الراجل بيعمله، انما يهمني لما يبقى عندي مشكله في المنتج في اتصال جيد، الراجل ده حاسس بيا، حاسس بمشاكلي. الخدمات الصيانه الكلام ده كله لازم على طول يعني متاح بالنسبه لي، وبالتالي انا بيهمني سهوله الاتصال مع الراجل ده. السعر انا ما بصروش ان انا بدفع فلوس كام، باخد قيمه قد ايه، باخد منتج، باخد خدمه، باخد فكره تساوي قد ايه، وبالتالي بدفع وانا مستريح. والعكس لو خدت خدمه وحشه منتج وحش ربما تضحك عليا مره بس مش هاجي لك تاني. الحاجه الثانيه اللي بعد كده هي النظره للمكان اللي بتحطني فيه السلعه، انا ببص له على انك بتسهل لي الحصول على السلعه. ولو على فكره لو الشركه مكف شاطره دايما تبص للمزيج التسويقي من وجهه نظر الطلب، عشان هي لما هتجيب لي الحاجه جنبي هروح اشتريها، لما هتجيب لي حاجه السعر بتاعها اقل من القيمه هروح اشتريها، لما هتحل لي مشاكلي من خلال المنتجات بتاعتها هشتري المنتج بتاعها، لما هتبقى على اتصال بيا على طول يبقى ده حاجه كويسه جدا، هقول لها اللي انا عايزه وهترد عليا وهتحسن نفسها وتحسن المنتجات بتاعتها. ده اللي بنختم بيه المحاضرة الثانية. أتمنى نكون إن احنا يعني استوعبناها واستفدنا بيها، وننتقل بعد كده إن شاء الله إلى المحاضرة الثالثة. ومؤقتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.